طارق محمد الشيخ. محمد الشيخ تعاون عنده مباراه يوم الاحد مع بختكور، بعدين عندنا الريان القطري مع الهلال السعودي، وعندنا الشباب مع الجزيره الاماراتي، وعندنا الفيصلي مع السد القطري. كيف شايف جولات الاربع انديه السعوديه القادمه؟ هذه الجوله المقبله هي الاختبار الحقيقي للانديه السعوديه. التعاون مع بختكور، بختكور فريق متواجد في دوري ابطال اسيا، له طموحات في دوري ابطال اسيا، هو واحد لم يكن الافضل في اوزبكستان، وبالتالي التعاون امام اختبار. بختكور بختكور اقوى من الدحيل؟ لا 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 لا، انا اتكلم عن مستوى اوزبكستان، يعني فريق متواجد في دوري ابطال اسيا. وايضا الدحيل، ترى الدحيل ما له حضور قوي في دوري ابطال اسيا. الدحيل ليس السد، ويعني حتى الانديه القطريه باستثناء السد ليس لديها حضور في دوري ابطال اسيا، بالتالي هذا ايضا يزداد صعوبه على التعاون. نجي الريان والهلال. الريان اولا فريق ثقيل في الدوري القطري، قدم مباراه كبيره في الجوله الماضيه، ونتيجه ايضا تدل على الاقل انه يملك هجوم قوي، وبالتالي ايضا لن تقل عن مباراه الشارقه الماضيه، وباعتبار انه الهلال يمكن فيه اقوى مجموعه في هذه النسخه. ناتي ايضا الى الشباب والجزيره. لن يكون الجزيره الاماراتي كما هو مومباي الهندي. اعتقد انه من حظ الشباب انه لعب بروفا قبل ان يواجه الجزيره بمواجهه مومباي، ولكن ايضا ان كان يعاب على الشباب اليوم وهو ما اخشى عليه امام الجزيره، وهو ان كل لعيبه الهجوم يعني الخط الامامي يلعبون ادوار مزدوجه ما بين صناعه وتهديف، لان ما في مهاجم او راس حربه، وبالتالي هذا افقد الفريق كثير من فرصه ومن توازنه. تجي للفيصلي، هذا هنا الاختبار الصعب جدا للفيصلي بمواجهه السد القطري. السد القطري لا يحضر لنسخه الا بهدف تحقيق اللقب وتكرار لقبه الاول اللي حققه في دوري ابطال اسيا، وبالتالي اصعب مباراه ستكون مواجهه الفيصلي والسد.